بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثاني والأربعون. الفأر. الفأر لا يخرج في النهار، بل يختبئ في داخل الأحجار، لكنه إذا أتى الظلام وكان أهل البيت فيه نام، يسرح في البيت بلا احتشام، يأكل ما شاء من الطعام، فتارة يأكل خبزا يابسا، وتارة يحرمنا النفائس من لحمة أو زبدة أو جبن أو من حليب طيب أو سمن. ثم إذا أحس بالهر ظهر، غادر طيب العيش في البيت وفر، يلتمس النجاة والسلامة من دون أن تأخذه ندامة. الفأر مبتدأ لا نافية، يخرج فعل مضارع خبر، وفعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. في النهار متعلقا بيخرج، بل حرف عطف، يختبي فعل وفعل، والجملة معطوفة على الجملة التي قبلها. في داخل متعلقا بيختبي، وداخل مضاف الأحجار مضاف إليه، لكن حرف مشبه بالفعل، والهاء الضمير متصل في محل نصب اسم لكن. إذا اسم شرط مضاف وهو متعلق بيسرح، أتى فعل ماض الظلام فاعل، والجملة في محل جر بالإضافة، وإذا وما دخلت عليه في محل رفع خبر لكن. الواو واو الحال، كان فعل ماض ناقص، أهل اسم كان مضاف، البيت مضاف إليه، فيه متعلقا بنام، نام فعل ماض والواو فاعل، يسرح فعل وفاعل، في البيت متعلقا بيسرح، بلا متعلقا بيسرح، لا مضاف احتشام مضاف إليه، ولا بمعنى دون. يأكل فعل وفعل، والجملة حالية من الضمير المستتر في يسرح. ما اسم مفصول في محل نصب مفعل به، شاء فعل وفعل، والجملة صلة الموصول، والعائد محذوف. التقدير ما شاءه من الطعام متعلقا بشاء. الفاو حرف زائد أو حرف عطف للتفصيل. تارة ظرف زمان، يأكل فعل وفعل، خبزا مفعول به، يابسا نعت. وحرف عطف تارة ظرف زمان، يحرم فعل مضارع وفعله ضمير مستتر تقديره هو. نا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به أول، النفائس مفعول به ثان. من لحمة متعلقا بيحرم أو حرف عطف، زبدة معطوف على لحمة أو حرف عطف، جبن معطوف على زبدة أو حرف عطف، من حليب معطوف على من لحمة، طيب نعت أو حرف عطف، سمن معطوف على حليب. ثم حرف عطف إذا اسم شرط مضاف وهو متعلق بغادر، أحس فعل وفعل، والجملة في محل جر بالإضافة، بحرف جر زائد. الهر اسم مجرور لفظ منصوب محلا على أنه مفعول به. ظهر أصله ظهر، فعل وفعل، والجملة حالية من الهر. غادر فعل وفعل، طيب مفعول به مضاف العيش مضاف إليه، في البيت متعلقا بغادر. وحرف عطف فر أصله فر، فعل وفعل، يلتمس فعل وفعل، والجملة حالية، النجاة مفعول به. وحرف عطف السلامة أصله السلامة، معطوف على النجاة، من دون متعلقا بيلتمس، ودون مضاف أن حرف نصب، تأخذ فعل مضارع منصوب بأن، هو مفعول به. ندامة أصله ندامة، فاعل تأخذ، والمصدر المؤول من أن والفعل في محل جر بالإضافة، والله أعلم بالصواب.